القرآن. سم القرآن. القرآن إذا كنت في قمة اليأس والتعب والضيقة تقول القرآن هو اللي يعطيك التفاؤل. أيوة جميل. أسلم. والله كلنا متفقين على القرآن يا أبو غلا. إيه أنا ودي بعد أشياء ثانية. القرآن إيه بس إن الكلام الإيجابي هو الدافع الأول والأخير والبيئة المحيطة. الكلام الإيجابي. إذا سمعت الكلام الإيجابي اللي فيه طمأنينة وتفاؤل هو الأول والأخير يعني بعد القرآن. جميل. طيب أسلم تركي. الله يمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. الله يمسيك بالنور يا حبيبي. أنا الآن فرضا بختار العيال مثلا بختار سلطان رشيد العيال اللي موجودين هنا ممكن الأغلب يثق فيني ولا الحمد لو أحلف لهم ولا أقسم لهم قسم إن صار كذا وكذا وكذا بيصدقوني. صح. فما بالك لما الله سبحانه وتعالى يقول لك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى. يا سلام. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إذا جينا الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الرسول ما حدد المسلمين حدد إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يعني أي شخص أنت ونيتك أنت لما تنوي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فكانت هجرته إلى الله ورسوله. يا سلام. فأنت اللي تحدد ترى قدر الإنسان في لسانه. أحسنت. أنت اللي تحدد أنك هل أنا بأصل للمكان الفلاني هل أنا عندي أهداف لازم أحققها هل أنا أو أني أبقى في دائرة محيطة أنظر للحياة الدنيا من ثقب إبرة. ممتاز. فلازم تتوسع. بيض الله وجهك. وشكرا. أحسنت يا تركي. أسلم. أول شيء أسعد الله مساكم. مساك يا حبيبي. بالنسبة لي أنا أتذكر القصص والمعجزات اللي حصلت للأنبياء والرسل اللي قبل. مع التفكر فيها يجيني أمل وثقة بالله زيادة وتفاعل. يا سلام. جميل. قبل ما أجي طاهر نواف. سلمت. السؤال ويش؟ السؤال ويش؟ السؤال وين وصل؟ أنا أدرك بتقول السؤال ويش عشان كذا حولت عليك. أنا خاضر شفتك تحامي بي. أنت أنا جاك سكينة أنا عارف أطمئنان. أنا خاضر هي ما تجي إلا عند الذكر.